السلام عليكم أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبأحوال جيدة. يوم إن شاء الله غدا نبارطاجي معكم شوربة ديال الشوفان بالخضر الصحية. كنتمنى أنها تعجبكم، وغدا نرافقها بهاد الخبيزات هادو اللي هكا وجدتهم للوليدات. درت فيهم هكا يعني القطع ديال الدجاج مع شوية ديال الخس والخيار. من غادي تشوفوا معايا داكشي بالتفصيل. والشربة ديال الشوفان راكو كتعرفوا الفوائد ديالها الصحية، وسيرتو في شهر رمضان كيكون إقبال بزاف على الشربات. المهم البنات، غادي ندوز الفيديو ونرحب بكاع البنات اللي عندي في القناة والبنات اللي عندهم جداد. كنقول لكم مرحبا بكم، وما تنسوش تضغطوا على الزر الأحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وغادي ندوز دابا باش نشوف الوصفة. وكنعتذر البنات لانني كنت في الفيديو درت المقادير، ولكن ما عرفتش كيفاش تمسحوا ليا. وما انتم تشوفوا معايا المقادير بالتفصيل. خديت طنجره وضعت عليها زيت الزيتون، وغادا نوضع عليها القطع ديال البصل الاخضر. والمكونات راهم واضحين في الصور، يعني درت البصل الاخضر، البروكولي، فلفله مقطعه مربعات، قرعه مقطعه مربعات صغيرات، نجر حتى هو مقطع مربعات، وشوفان، وشويه الملحه، شويه الابزار. المهم انتم هتشوفوا معايا المقادير كاملين. وضعت الزيت على النار وزدت عليه البصل الاخضر مقطع، وهكا ضريسات ديال الثوم قطعتهم رقيقين وين صغارين. وغادا نشحر هاد المكونات مزيان، وغنضيف صدر الدجاج يعني قطع صغيره، واللي مبغاش ما يستعملوش، يعني ماشي بالضروره، يمكن لكم تكتفيوا غير بالخضر. صراحه هذه الوصفه هذه كتجي غزاله بلا دجاج بلا حتى شي حاجه، وكتكون مغذيه وصحيه في نفس الوقت. وراكم كتعرفوا يعني الشوفان والفوائد الصحيه ديالو. وغادا نشحر هذا الدجاج هذا مع البصل والثوم وزيت الزيتون. كما كتلاحظوا من بعد ما شحرت الدجاج وتغير اللون ديالو، غادي نوضع دابا العطريه، الملحه كما كتشاهدوا، والفلفل الاسود، والتوابل راه كيبقاو على حسب الذوق. من هاد المكونات اللي كنستعمل انا الزنجبيل، كركم، يعني المكونات هذه العطريه راها يعني ماشي كتيرة. اكتفيت بربعة ديال التوابل، ملحة، فلفل أسود، الزنجبيل والكركم. واللي بغى يضيف يعني الفلفل الأحمر بودرة حتى هو يمكن ليه يضيفه. وخليت الدجاج كيتشحر مع هذيك البصيله والعطريه اللي وضعت، يعني كياخد داك المذاق ديال التوابل. غادي نحركو مزيان، وغادي نضيف شويه ديال الماء باش هكا العطريه ديالي ما تحرقش هكا في القاع. كما لاحظتوا راني خويت واحد نصيص يعني الكاس ديال الماء، ماشي بزاف. وغادي نضيف دابا الخضر اللي سبق لي وريتكم في الصور. الفلفله اللي قطعتها مربعات، نعاود معكم بالتفصيل الخضر لانني كما قلت لكم الفيديو تقطع ليا مني كنت وريتكم المقادير، يعني جزء ديال الفيديو تقطع. وغادا نوضع باقي الخضر، شحرت الفلفله مع الدجاج، وعاد وضعت الخضرة الأخرى، القرعة مقطعة، بروكولي، دنجال مقطع مربعات صغيرة. وما تستغربوش البنات على الدنجال، لأنه كيجي رائع ولذيذ بزاف، وما كيخسرش المذاق ديال الماكلة ولا كيزرقها، بالعكس كيزيدها لذة. جربوه، واللي ما كيبغيش وليداتها يمكن ليها ما تستعملوش،
تكتفي بالخضره اللي كي راه ما كيجيش هادشي يعني باين والدراري كيهربوا منه. انا ولادي كيعجبهم الخضر هكا ملي كنديرها مقطعه، ما كيجيش عندي شي مذاق هكا اللي ماشي زوين. وخديت الماء اللي يكون مغلي يعني، ولا بد خاص الماء يكون سخون، ماشي نديرو البلول هكا بالماء بارد، خاصو يكون سخون. وغنحطو يعني القدر الكافي اللي خاص هاد الخضرة يعني تغمر بالماء، لأن هادي شوربة، واللي بغاها تكون خطرة بزاف راه يمكن ليه، راه كتجي بحال الشكل ديال القمح، وزدت شوية ديال الماء باش هكا، ويعني تكون عندي الشوربة يعني على حساب الخضرة وعلى حساب داك الشوفان اللي عندي المقادير. والشوفان راه كيخطر لاصوص يعني، ما كيبقاش داك هو كيدير يعني، لاصوص كيكون عاقد ما كيكونش جاري. وكنصحكم البنات انكم في رمضان تدوروا به الحريرة، راه صحي صحي بزاف، وحتى هو كيخطر يعني في الحريرة يعني اللي ما كيبغيش الطحين، خصوصا الناس اللي هكا عندهم اللي كيديروا حمية، كل لكم طحنوا الشوفان هو اللي تدوروا به الحريرة او اللي تديروا هكا، راح كيجي زوين وكيعوض الطحين، اكيد صحي على الدقيق الابيض. وضعت الشوفان وخلطت هاد المكونات كما لاحظتوا مع بعضها، من بعد ما وضعت الماء الكافي، وغادي نسد عليه في الطنجرة. هنا راه بدا كيطيب، كنوريكم اللي الشوفان ديالي يعني راه السوبة يعني لا سوب راه واجدة او الشوربة. وهنا كنت خابزة واحد عفوا عجنة واحد الخبيزات هكا، درتهم بالدقيق القمح الكامل وعجنتهم بنفس الطريقة ديال يعني الخلاط، دوزت شوية ديال الفينو والدقيق القمح كامل، اكيد ما دوزتوش في الخلاط، خليته حتى دوزت داك الفينو بنفس الطريقة ديال الخبز. وعادها خلطتها بالخليط ديال دقيق القمح الكامل، وكيكون خبز صحي وزوين كما كتلاحظوا. درت خبيزات صغيرين وراه كيجيو زوينين وطريين هكا، وممكن لكم ديروهم سندويتشات لولادكم، خصوصا الوليدات اللي كيبغوا الخبز ديال الدار. وحنا خصنا نعلموهم يبغيو هكا الحاجات ديال الدار، الام هي اللي كتكون مسؤوله على هذا الشيء، قد ما ورات لولادها من الصغر ديالهم يعني، كتقول لهم هادي وكتوكلهم، وكت الحاجه واخا يكون ما باغيهاش تقولي خصك تذوقها، حيت كاينين يعني الوليدات اللي كيقلدوا خوتهم، مثلا لا شاف خوه مثلا ما كياكلش القرعه حتى هو ما كيجيش كيبغي القرعه. لا حنا خصنا حنا اللي نشجعوهم باش ياكلوا هذا الشيء، تقولي خصك تذوقها عاده باش حكم وقول كيفاش المذاق ديالها. بحال مثلا انا ولدي كي ملي كيدوق الحاجه كيقول لي يا ماما ما كنتش عارفه هكا زوينه، يعني حنا اللي كمسؤولين على التغذيه ديال وليداتنا. وكنتمنى انكم تحبوا وليداتكم في الخضار اللي راها صحيه بزاف بزاف، سورتو الدنجال والقرعه اللي بزاف ديال الوليدات ما كيبغيوش، انا ولادي كياكلوه يعني، علمتو ليهم من الصغر كياكلوا القرعه كياكلوا الدنجال كياكلوا كاع يعني كاع الخضار تقريبا، غير البسباس اللي ما كيقدروش عليه. وكما كتلاحظوا الخبيزات جولين بعد ما يعني كورتهم وقديتهم خليتهم شويه يرتاحوا باش هكا نشكلهم يعني بسهوله، كيكونوا صغيورين وحتى في الشكل ديالهم كيكون يعني المنظر ديالهم حلو كما كنقولوا. وحتى الخبيزات كبارين راهم كيجيو مزيانين، ولكن بالنسبه هكا للساندويتشات او لا هادشي كنفضل انني ندير خبيزات هكا صغار ولا هكا الباكيت صغيور، حتى هو كيجي مزيان الساندويتشات. وان شاء الله غدا نبارطاجي معكم باش توليو تصايبوا هكا الباكيت ديالكم في الدار بحال الشكل ديال الزنقه، اكيد غادي يعجبكم ان شاء الله.
وهذا راه بحال هكا في شهر رمضان كتعجني خبيزات وكتمشي توجدي الشوربه ديالك وكتكوني توجدي هكا الحويجات اللي تكوني هكا بغا تحطي فوق الطبله، كيكون عندكم داكشي زوين وصحي يعني بدون كثره ديال يعني الطبخ والحلويات وهادشي، ما تكتروش منهم يعني، تحاولوا تقلوا في شهر رمضان، كتروا الخضار والفواكه وشربوا الماء راه مزيان، وبعده من العصائر اللي كيكون فيها بزاف ديال السكر يعني 3، تقول لك جوج حامضات غيخرجوا لك 10 إترو ديال العصير، لا ما يمكنش لان اكثريه ديالك العصير 90% سكر يعني كيهلك الصحه. المهم خصكم تنتابعوا بحال هاد الحوايج هادو. خديت مقله وضعت فيها زيت زيتون نصف كاس صغير، وضعت فيها شرائح ديال الدجاج اللي سبق لي وتبلتهم، التتبيله اللي هي بسيطه، درت غير بودره ديال الثوم وفلفل اسود والملح والزنجبيل وشويه ديال الكركم يعني توابل اللي هي يعني متواجده في كل بيت. وحاولت هاد الدجاج هذا غنقندي ليه بحال هاد الشكل هكا حتى يولي محمر، يعني كنكون غير كنقلي فيه في ديك زيت زيتون. وهنا راه صافي طفيت على الشوربه ديالي راه وجدات، ولا طفيت عليه هاد الشوفان هذا ماشي بحال الشوربه العاديه، الا طفيتي عليه خاصك ديك الساعه يعني تقدميه باش لا حت لك دم عطلتيه هكا فوق الطنجره كيولي خاتر ولي الشكل ديالو هكا يعني عاقد، ما كيبغيش يتسنى بزاف كيجمد. وهنا الدجاج ديالي تقريبا حتى هو راه واجد، غادي ندوز نشوف الخبيزات ديالي اللي خرجت من الفران كما كتلاحظوا ديال دقيق القمح الكامل اللي كيجيو غزالين، وراح درت معاهم حتى الدقيقه شويه ديال البلبوله في العجينه راه مزيانه، يمكن لكم تشكلهم يعني الشكل اللي بغيتو نتوما، وجدت شويه ديال الخس وقطع ديال الطماطم وشرائح هكا ديال الخيار اللي درتهم مرقاق، يعني ساندويتشات اللي ساهلين وبساط وبثمن اللي يطلع لكم مناسب على ديال الزنقه وصحي اكثر. وانا راه كنشجعكم البنات على الماكله ديال الدار، حاولوا ما تكتروش هكا ما تتزنقوا مره مره، ماشي عيب ولكن ما تكتروش لحساب صحتكم. انا فين ما كناكل في الزنقه البنات كندخل مريضه والله العظيم كيضرني المسران ديالي ما عرفتش علاش، مع انني كندير سندويتشات هكا فحال ديال الزنقه في الدار ولكن ما كيضرونيش، اللي كنصايب هكا بيدي وليا الزنقه كيضروني، ما عرفتش شنو، واش يعني الصلاد عندهم ما مغسولاش ولا لا ما عرفت. وخديت الخبيزه ودرت فيها دهنتها بشويه ديال المايونيز والخس، المهم راكم كتوضعوا فيها شرائح ديال الخيار طماطم وقطع ديال الدجاج، يمكن لكم تستعملوا لي صوص اللي كتبغيو داكشي اللي كيبغوا وليداتكم، حاولوا ديروا ليهم نتوما في الدار يعني الكيتشاب ولا يعني الصوص اللي كيبغيو. وغدا نبقى نعمر في الخبيزات ديالي بهذا الشكل، كندير الصوص هكا في الاول مايونيز وكنفرش ليه القطع ديال عفوا ديال الخس والخيار اللي قطعته رقيق كما كتلاحظوا، يمكن ليا نطويه كما بغيت وكيجي الشكل ديالو زوين ومنظر راقي، والطماطم قطع ديال الدجاج انا استعملت يد ديال البنات ما كاينش محسن من اليد لان القطع ديال الدجاج ناشفه يعني مني درتها في داك الزيت خليتها حتى خدات داك اللون الذهبي. ومن بعد ما قديت الخضر ديالي والدجاج درت لهم شويه ديال الكيتشاب بالنسبه لداكشي اللي كيبغوا وليداتكم، وحتى الكيتشاب راه تحضروا في البيت ديالكم ان شاء الله نبارطاجي معكم الطريقه ديالو اللي هي راه سهله. ودرت شويه ديال المايونيز والخبز ديال الدار كما شاهدتوا راه كيجي زوين يعني من الداخل ديالو مجعب ودرت شويه بنفس الطريقه درت المايونيز والخس والخيار
وغادي ندير القطع ديال الطماطم وشرائح ديال الدجاج. يمكن لكم ديروا السمك والدجاج، يمكن لكم تكتفيوا غير بالخضار هكا. الناس اللي ما كياكلوش هكا يعني فيجيتاريان ما ياكلوش الدجاج وما ياكلوش اللحوم، يمكن لهم يكتفيوا غير بالخضار ويحيدوا حتى لي صوص اللي ما بغاش، او اللي يديروا السمك. وهادو البنات هما سندويتشات ديولي، وهادو هما الوصفات اللي حضرت لكم اليوم، كنتمنى انهم يعجبوكم. وما اللي عجبكم ما تنسوش البنات ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب. والسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر.